أهنيك على المستوى الكبير اللي ظهر بيه وفاق سطيف في البطولة السنة دي، وطبعا واضح من كلام حضرتك برضو ان انت حريص ان انت تحتفظ باللعيبة خصوصا بعد ما وصلوا لقبل النهائي، خصوصا بعد فوز مثلا وفاق سطيف بدوري ابطال افريقيا من حوالي 7 سنين فاتوا كان المنحنى نزل تحت شوية، وما زال ولكن السنة دي فاجئنا وفاق سطيف. ماذا ينقص وفاق سطيف للفوز بدوري ابطال افريقيا؟ يا اخي العزيز، انا زيارتي الى نادي الاهلي وليس لدي انا او نادي جزائري سوى وفاق سطيف او نادي اخر مركب نقص. انا عمري 60 سنه كل كره، حياتي كلها كره، ولكن ما زلت اتعلم. لما نشوف يعني طريقه نادي الاهلي، لا انا اتكلم في المستوى البسيط يعني في نتيجه رياضيه، نشوف الهياكل كيف نادي الاهلي يمشي. وفاق سطيف كان منقوص منقص من اشياء كثيره وكثيره جدا، يعني في التدعيم في التمويل جت اثرت علينا جائحه كورونا، احنا كنا نوعا ما في ازمه ماليه في بعض الاحيان، جعلتنا الانسدادات. انا رغم وصولنا الى المربع الذهبي لا يعني بان فريقنا كان بالمستوى الذي يعرف فيه الفريق. انا كان لدي انني لعبت مباراه نصف نهائي ضد الاهلي المصري في 1982 وقت احمد شوبير وربيع ياسين وحسن حسن وابراهيم حسن. كنت في تلك المباراه، كان نادي الاهلي متقدم نوعا ما في التسيير والهياكل مقارنه مع نادي وفاق سطيف. كلاعب نحن اخوه عرب ونحن انديه عربيه، وعلاقه الفريق علاقه الشعب الشقيق المصري بالشعب الجزائري لا يشك فيها احد، وبالتالي فليس بعيب ان يتنقل الرئيس من اداره نادي لينظر ماذا يجري في نادي الاهلي. سيجد الجواب لماذا وفاق سطيف، ماذا ينقصه حتى لم يتم الى الادوار المتقدمه في كاس الكلا او هي النهائي او الظفر. استاذ عبد الحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف، طبعا شكرا جزيلا لحضرتك والمداخله ديت، وطبعا واضح من كلام رئيس النادي ان هو بينفي جمله وتفصيلا ان احمد قندوسي ان في كلام على بيعه للنادي الاهلي او كلام من هذا القبيل، وان هو زيارته مجرد يعني زياره لتوأمه ول يعني نقابل الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي.